الحمد لله تحصلت على الميدالية الذهبية بطولة الوطنية في يوتسوف، وكان شعور رائع. تحصلت على الميدالية البرونزية في البطولة الوطنية للكاراتيدو، راح نشرفوا الراية الوطنية في البطولات الإفريقية والعالمية إن شاء الله. جسم الصيف شاركنا في البطولة الوطنية هذه، كانت منظمة مليح، وكان الشيخ عاوننا بيان بالكوتش تاعو، وكانت منظمة وكلاسي تروزيام بلاس، حصلت على ميدالية برونزية. وهذه يعني البطولة هذه حلت أبواب للرياضيين باش يتلاقوا مع بعضهم، وحلت كما قال واحد للرياضيين باش يكونوا متألقين ويكونوا في النخبة الوطنية هذه. الآن بدأت الرياضة الجزائرية تخرج من يعني من سلبيات اللي أثرتها جائحة كورونا. اليوم مصارعين قدموا مستوى يعني الكل تفائل به، إن شاء الله من هذا الشبان والشابات يكونوا إن شاء الله الممثلين للراية الوطنية في الألعاب الأولمبية للشباب بداكار.